الحملة الزراعية خلال فيروس كورونا كوفيد 19 هي موضوع هذه الجلسة البرلمانية التي مثلت خلالها وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ماجديان باتشاريد أمام ممثلي الشعب لأجل الرد على سؤالين دار محتواهما ضمن هذا الموضوع، طرح إليها من قبل النائبين البرلمانيين آدم هندي الشاعر وصالح كبزابو، بحيث تمحور محتواهما حول عدة مواضيع مختلفة من أهمها حزمة الإجراءات المعلنة لصالح المزارعين ضحايا كوفيد 19 والتي منها تسليم أكثر من 1000 جرار وأكثر من 10,000 طن من البذور المتنوعة و5,000 من المحاريث التي تجرها الحيوانات، ذلك بقيمة مالية تقدر بأكثر من 17 مليار فرنك سفا. ففي هذا السؤال الذي طرح إلى الوزيرة حول هذا الموضوع من قبل النائب البرلماني صالح كبزابو هو: هل هذا كان فعالا؟ هل قامت الحكومة ذات مرة بإجراء تقييم شامل لمشروع التحديث، ذلك لأجل تحديد أوجه القصور التي قد لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة؟ هذا السؤال هو من بين أسئلة النائب البرلماني آدم هندي الشاعر للوزيرة. في ردها الوزيرة على جميع هذه الأسئلة أكدت بأن الحكومة وأمام هذا الوباء فقد أعدت خطة طارعة لأجل احتواء هذا الوباء وكذا تحديد آثاره. هذا وبعد رد الوزيرة على هذه الأسئلة وبعد أن أطلق رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي مناقشات الجلسة، فقد قدمت العديد من الأسئلة من بعض النواب إلى الوزيرة والتي تمحور جلها حول توزيع الجرارات المعلنة للمزارعين، فقد أجابت الوزيرة قائلة: رئيسنا 17 مليار قالين قسموا في كل البروغرام الأورا الناس الpopulation تجينا تبص دبتي دول نادونا قالين أنتم زبدي أنا كرمة أنا جاينسو عشان عندهم انكيتود شيء أنا براي لكامباني ده ريوسير ولا جاي نكاد ما ديل ولا جاي نرد بزوان أنا بروديكتور ولا ما نسوي. وعن خطة الوزارة حول مكافحة الجرات من أجل منعه من الوصول إلى البلاد، فقد أوضحت قائلة: جرات دولاس أمان من كينيا أو يجو في السودان السودان مدام غريب ما تشاد من تشاد كان أمان إنداس تشاد تولي يمشي أفريق دولاس دا أسا إكيب بانانا دول في تيرين أمان غاي سو formation yamsi na produit traitement comment ni surveiller sortie na jaradul. فبالرغم من انتشار فيروس كورونا في البلاد الا ان وزارة الانتاج والري والمعدات الزراعية قد اعدت خطط حملة زراعية محكمة لعام 2020-2021.